عملك ليش عم يفصلني هاد؟ يخرب بيته شو اللي ذوق؟ طب بلكي الزلمه مشغول، شو ما عنده شغله غيرك؟ حبيبتي ينشغل ينفلق مو فارقه معي، بس مو يفصل بوشي هيك. والله قلت لحالي يعني بوفر عليكي. إلا إذا كنت من هدول العالم ما بيحبوا حدا يوفر عليهم. أهلين مصطفى، كيفك؟ هاي مشروعي. تفضلي. سلم إيديك، عزبتك معي. لحظة لحظة شوي. تفضلي. لا لا خلي خلي. خديهم خديهم. هيك باخذ بالعاده انا. على كل انا ما حذفت الملفات من عندي. فانت ري على مهلك وشوفي شو بدك، اذا بدك تغيري او تعدلي شيء بس حاكيني، اوكي؟ باي. شفتي؟ لا اكيد هذا الزلمه في شيء بمخه مو طبيعي بالمره، لانه هو اللي في شي بعقله ما؟ ولا انتي كخرب بيتك هيك بتخليه يسمع مثبته باذنه؟ فوق ما عم يوفر عليكي؟ حبيبتي شو عم يوفر علي؟ ما عم يوفر علي، صغرني عمل لي قد النمله، ما له منطقي نهائيا. حبيبتي مصطفى كلياتنا بنعرفه، بعتقد انه هي اخر مره رح يتعامل معك فيها.